عدنا والعود احمد. وصلنا خاوتي المتحف الوطني عمار علي لابوينت، دخلوا منا خاوتي. سامحني اخويا نزيد فضلك. من جينا هذه تقريبا كما قلنا لكم، كما ورينا لكم من تحت عصابه. هنا كاين مومو، مومو عليها شادها رئاسة الجزائر. صورنا لكم مقبل ديجا هنايا، جينا شفنا مومو، هذه دارو. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم. المهم هنا مشبحينها. وهنايا خاوتي وين داروا البومبا تاع الفيلم تاع كاين ما يعرفش تاريخ، بصح يعرف بالتاريخ، يعرفوا أمو بوسمو بالفيلم. هذو هما الربعه شهداء اللي ماتوا الله يرحمهم. والشهداء عاملي عمار علي المدعو علي لابوينت، بن بولي حسيبه، وحميدي محمود، ويوسف عمار هو اصغر واحد فيهم الله يرحمه. والدخله هنايا تخليدا لضحايا التحرير والكفاح المسلح من اجل استقلال الجزائر 8/10/1957. عرفوهم بلي راهم هنايا ودار لهم بومبا طرطقوا عليهم. هذه صورة حقيقية. السلام عليكم. بس خويا نصور يا اخي معليش. هذه هي الدار خاوتي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. ثم تشين منا. المهم هذه هي الدار، وداروا لها ترميم على كل حال. الله يرحم الشهداء. هذو هما والله المرة اللي فاتت مع هذو هما. وشنو خويا هذو؟ أيوا هاي باهي. شوف شو هذا اللي ماتوا على الجزائر. شوف من بعد نجي توسخها وتربك الالجيري وتقول نبغي الالجيري. الناس ضحت بالنفس والنفس يا محاينك. الله يرحم الشهداء. المهم صلوا على رسول الله. وبعد الفاصل سنواصل. حبوا الوطن تاعكم خوتي. الوطن ماشي عباد، الوطن وطن، راكم فاهمين. وصلوا عليه تربحوا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول. شو حاسبه بن بولي؟ شو الله يبارك. كانت صغيره وضحات بنفسها باش تستقل نتايا وباش. اللهم صل عليك يا رسول الله.